كرنال محمد سليبان حاش ديب وكو مقعدير أورداغا أيا هوتيل كا رئيس يكو يلاب مقالدة بو هودلي وحا أوماتا مرتقا ديقو سمي إنكا بدن بغول إرقي إنكا بدن بغول حمنود ويسوكو ترا عقال وربطوك كناعساتو وحا قرد لليرو إيا غيباها كلا دوان إبالوين تيو عيسا نهي كوانتاي سيداو كلا شركا وحا قوبتو كاها قودي داخل أبساريس تاي بيشاسي waxa ugu horeyn madasha ka hadlay chief aaqil maxamed abdi heerad aaqil sanweyne dambeyntii halkan ka hadlay sultan ali sheekh ahmed waxa dhamaantood u mahad celiyeen jarnaal maxamed suleyman haashday qada sharaftan uu ku caasimay guddiga ka shaqeynaysay turxaan bixinta khilaafka belweynta uu ciisa bismillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaahi wa sallallaahu alayhi wa sallam waxaan u mahad celinaynaa martiqaadkii uu fidiyay جنرال محمد سليبان وحلين نهي مرتقاتك وانو كاك قدوني ماشي ياد كسو صارتي اوبتك ايا اوبتك ايا مالك الله كوسي ياديو يدري چدبا قورتي دي iyey intii ka soo qayb qaatay iyey intii gudoontayba iyo guud ahaan beeshaba waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo Allah idin barakeeyo yaan go'aanka aad gaadheen iyo aad isla qaadateen iyo midnimada muujiseen ilaahay توفيق ده يطلعه هاي الموافقين. وحلا ما يعني وحنا قد يجي بس الحادين يجيهم أساساً إلى هنا والجو بوري حد النواصي وضينا سو أي أساساً وحنا راح يلا كده وين المديو حديد ده يستجدوا وقت إلى ده تدور وحدونا على بري على السنة يو آدي آد بان وهم هنقيا شرف يعني ودرس السوسي وسكان سيبان ناقلا سي وبيل كرئيس بعد ما وقع لسي عديم قلنا والأغنى هاي الناس أشكي كرتو لفضل برس خيرك عديات بعض محسن هاي إلى هنا ما هنكو ودينا آخر ما تلنا عديم كنا شرف يعيسي لما نوح السلام يا مرت شرف تكسو غيب قشي حفلة دم شرفت عليه لحري ده من نمدي وعيس هذا نعم به دور خلاف كي كتشري إلى سوق بجبيي oo si wanaagsan oo khayr ah ku dhamaaday aad iyo aad bay dhamaan mahadsan yihiin beesha oo ay saadan guud ahaan ay ka soo qayb gashay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in ilaahay uu sii adkeeyo oo uu ka dhigo inta hore khilaaf inaga ekaado waxaan mahadnaqayaa dhamaan waxaan mahadnaqayaa jeneraal maxamed saleeban oo xafladan qadada ah sameeyay iyo ragii ka horreeyay axmed saciid kamid yahay ee xafladii hore qadada ah sameeyay iyaguna aad iyo aad bay mahadsan yihiin halka ereey aan oranayo waxa weeye kolay qoladeeda gudaha way soo warhaynaa qolada qurbo joogtan fariin yar doonayna halkan mariyo oo ah inta badan dhibaatooyinka khilaafka dibadda inaga timaada dadka guduhu oo iska yara murmaan markii boo isku soo noqdo marka waxaan jecelahay waxtar fara badan aad geysan jirteen iyo waxyaabo badan oo dadka waxtar u ah bal khilaafka inay da khilaaf dambe nagu soo celin baan ilaahay idin ka bareynaa waxaan mahadda labaad sharanka oo maanta cashumadan halkan في تلال بحيي سيغانا وانا سبالنا سلامنا وحنو لينا إلى هاي ميسكا حسناتك حكو قدرو وما بوق حسناتك إلى هاي حكو قدرو إلى هاي ميشا تكسو صارتي وميشا سيد ميشا يكون بحضر إلى هاي هاو بركيو حويا عن واد مهسنتهين سيدا عاد نوسو عجيبتين أحبلد عدوسو عجيبتين أهل كا لما انتيبا نكستبا مرتبديسا انو متهنيين ان واد مهسنتهين مهسدا سوقله ان رنتي وحان سلاميا جنرال محمد سليمان او سيدا لا شيغاي رغ بدن عدايين او مارته هرمود كا اه وناغ ايو هرمركا ريركا ان دبعا انو قربا جوج بان اهين لكن هدا غودا جوج بان نوقناي waxaan jeclaan lahayn marka
وحلا لوحي إن خلافات أما خلافات سوء علنية إن ما رقتي إسكوميلك إستاغنو أو دمان غرب جوكتو أي مارت النبادة إيو وناك إيو خيرك إيو هرمارك أنك وضا شقينو دادكو بباهن يهي هرمار دادكو إنتي هرموك بدن يهي نوالا ترمي ما أنت هداد سيقارة ورشيه وعيسا دن وي ترمين دالين ربادان وصوب حيسان ويجرتا هل كينو كغا إن كفكري جرني رير رير وحاربنا إن كفكرنا هرماركو دا وحان إلهي كبري إن إلهي سبحانه وتعالى وهلكا إن غيكيو دمان أمدي كقيب قشي يومدي كقيب قادتي يومدي محانكو دهدائي تاقير تبنا آديات بانو همبليينيا هلا هلا قشقيو وناق هلا قشقيو دمان أمد إن كو أبتر ستمقا عن وحان أرهجين يقول وحان لأيهي هاي سعفيين وحي خلافها دمان بيلها كودا قان قبل كان عين قرهان مقالة دبوه اللي وحان ليه إيهانا عيد الله ليه عيد خلاف وكده حيو وحان أرجين إنه قول إيهانا يسوق بقبيان ومدو وحي أباهانتها يمدنمو ومدو وحي أباهانتها يهرمر ومدو وحي أباهانتها يمحان كلها إسكاشي إيه ماركتا إيهانا وانا كودا نولاتو يا محمد سلابان شو بدأي تنرال محمد سلابان حاجد دايب شو بدأي aad iyo aad baan u hambalyeynayaa aad iyo aad u soo dhaweynayna khayr allah ku siiyo si fiican baan soo gaasintay waxaan kala aad u salaamayaa xaflada badan oo ka horreeyo ahmed saciid ay isla soo noo qabtay isaga laftiisa aad iyo aad baan u salaamayna waan soo dhaweynayna khilaafku waa naga baxay midnimaan u wada fadhina gamaha la is wada haysta waa ku ducaysanay suldaankii waa naga fadhiyaa khayr allah siiyo dib u shinta ugu qiimaha badnaa ee aad iyo aad hawlihiisa u lumiyay isagana waa hambalyeynayna khayr allah siiyo maantina maalmahan hoteelka Rais ee ku yaala magaalada Buuxoodle waxa ka soconay kulamo istaba joog iyo qada sharafyo ay beesho ay dhexdooda ku lahayd waxaana beeshan ay meesha ka saartay khilaaf soo kala dhaxgalay tan waxay horumar u tahay guud ahaan deegaanka Buuxoodle haatan talaabadan beesha si weyn u soo dhaweeyay iyadoo looga baahan yahay beelaha kale deegaanka Buuxoodle inay ku dadaan beeshan talaabada geesinimada leh ee hore u qaatay waa Cali Cismaan Iscaalo Dhaqtar wararka telefishka iyo radio SPC Buuxoodle